اهلا بحضراتكم. خلينا كالعاده نبتدي بالاخبار. بدايتنا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اللي وصل بالامس لمدينه جوهانسبرغ بجنوب افريقيا للمشاركه نيابه عن سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات القمه ال 15 لتجمع البريكس اللي بتعقد في اطار صيغه البريكس بلس بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات. امبارح ايضا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء وقع مذكره تفاهم مع شركة مايكروسوفت، وذلك في إطار سعي المركز لوضع خارطة طريق للتحول الرقمي. وأيضا وزارة الداخلية وزعت مساعدات عينية بعدد كبير من المحافظات على الأسر الأولى بالرعاية. أخبار مهمة حصلت امبارح، أبرزها وصول الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات القمة 15 لتجمع البريكس اللي بتعقد في إطار صيغة البريكس بلس تحت عنوان البريكس وأفريقيا شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والعمل متعدد الأطراف الشامل، وده بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات. امبارح أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليل جديد سلط من خلاله الضوء على حالة ووضع سوق العمل العالمية في الوقت الراهن وما يصاحبها من أزمات أو تغيرات جوهرية واتجاهات وأفاق التشغيل على المستوى المحلي وأبرز الجهود الحكومية في هذا المجال. وأشار التقرير إلى أن الوظائف الخضراء وفقاً لتوقعات منظمة العمل الدولية هتوفر 60 مليون فرصة عمل إضافية خلال 15 سنة اللي جايين بسبب التوجه نحو اقتصاد أخضر. امبارح وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت في إطار سعي المركز لوضع خارطة طريق للتحول الرقمي. وأشار أسامة الجهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن المركز بيعمل على وضع خارطة طريق للتحول الرقمي وفقاً لأحدث الممارسات الدولية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، وده استكمالاً للتعاون السابق مع الشركة في مصر خلال السنوات الثلاثة الماضية واللي أثمر عن عدد من المشروعات المهمة اللي عززت من تحقيق المركز لأهدافه خلال تلك الفترة. امبارح وصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد تحت شعار معك في كل مكان لتوزيع مساعدات عينية بعدة محافظات بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين. وجاء ذلك بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وفي إطار حرص وزارة الداخلية على دعم الأسر المصرية في المناطق الأكثر احتياجاً وأيضاً المرأة المعيلة. بالنسبة لأخبار المحافظات، في محافظة القليوبية تم إعادة تشغيل خطوط النقل الجماعي الداخلي الجديدة ب 57 أتوبيس مكيف. أما في محافظة أسوان فقد أعلنت هيئة تنظيم المهرجان التنشيط الأول لشباب النوبة أن الأسبوع المقبل هو أول أسابيع هذا المهرجان. كمان امبارح في جنوب سيناء تم افتتاح مشروع واحد تجلي للزيوت العطرية والأعشاب، وفي مدينة شرم الشيخ وفي إنا كمان تم توفير 165 مركب صيد للأسر الأكثر احتياجاً. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في القليوبية تم إعادة تشغيل خطوط النقل الجماعي الداخلي على مختلف خطوط الربط بين مراكز المحافظة والمحافظات المجاورة، والبداية بتشغيل 57 أتوبيس مكيف لربط مراكز ومدن المحافظة. في بورسعيد أعلنت المحافظة عن البدء في تجفيف منطقة شمال سهل الحسينية وتحويل مساحة 33 ألف فدان بمنطقة شمال سهل الحسينية من مزارع سمكية تروى من مصرف بحر البقر لأرض زراعية بتروى من ترعة السلام لزيادة الرقعة الزراعية زمام محافظة بورسعيد، وده بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. فأسوان بتستضيف المحافظة فعاليات المهرجان التنشيط الأول لشباب النوبة اللي بتنظمه مديرية الشباب والرياضة على مستوى مراكز الشباب بإدارة نصر النوبة في الفترة من 26 وحتى 30 من شهر أغسطس الحالي. وبيأتي ذلك في إطار تكثيف الجهود والتوسع في تنظيم مجموعة كبيرة من البرامج الرياضية والأنشطة والمسابقات الشبابية اللي بتهدف لدعم ورعاية الشباب بمختلف فئاتهم والعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم.
في السويس تم الإعلان عن أنه يوم السبت اللي جاي هيتم افتتاح الدورة الأولى من معرض السويس للكتاب على ممشى أهل السويس على مساحة 1500 متر، وهتستمر الفعاليات لحد يوم 8 سبتمبر. بيشارك في الدورة الأولى لمعرض السويس للكتاب ما يقرب من 40 ناشر. فأسيوط أكدت المحافظة تنفيذ أعمال الرصف بالمدخل الصحراوي جنوب مدينة الغنايم ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة الطرق لتسهيل النقل والانتقال، وده ضمن الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030. في جنوب سيناء شهدت المحافظة افتتاح مشروع واحد تجلي للزيوت العطرية والأعشاب بمنطقة رأس كندي بمدينة شرم الشيخ. يتكون المشروع من 4 قاعات عرض لتعريف السائح بفكرة المشروع ومكوناته، اللي بتتلخص في الاهتمام بالنباتات العطرية والأعشاب الطبية اللي بتتميز بزراعتها جنوب سيناء. في الأقصر أعلن فرع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة نجاح وحدة طب أسرة البغدادي التابعة لمدينة البياضية في تقديم أكثر من 114,164 خدمة طبية حتى الآن لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر. ولا تزال تقوم بدورها في خدمة المواطنين على مدار الساعة، حيث تخدم وحدة طب أسرة البغدادي حوالي 27,988 فرد، وتقدم الوحدة العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل. في قنا أعلنت المحافظة أنه من المقرر توفير 165 مركب صيد حديثة ضمن مبادرة مراكب الرزق ضمن جهود التحالف الوطني لتوفير فرص عمل ودخل ثابت لصغار الصيادين بالقرى الأكثر احتياجاً.